أحييكم من جديد. في المجتمع الشرقي دائما ما ينفي الرجل باللائمة على المرأة في أي قصور تجاه مسؤوليات المنزل والأبناء بسبب انشغالها بأدوار أخرى. جيهان في جدة لديها التفاصيل، إليك جيهان. شكرا دانا، بالفعل كلامك صحيح، ولكن برضو اختلفت الآراء ما بين من رأى أن مسؤولية المنزل والأبناء هي في الأول والأخير مسؤولية المرأة، وفي الوقت نفسه رأى البعض أن المسؤولية يجب أن تكون موزعة بين الطرفين. خلونا نشوف هذا التقرير الذي يلقي الضوء على هذه القضية ونعود للنقاش. تواجه المرأة العربية بحكم موروثاتنا الاجتماعية تحديات من نوع خاص، حيث يلقى عليها في الغالب مسؤولية إحداث التوازن بين أدوارها المتعددة كزوجة وأم وابنة وربة منزل وصديقة وفردا من العائلة. عليه واجبات اجتماعية كالمناسبات والمجاملات والعلاقات. فإذا أضفنا لمجموع هذه الأدوار دور المرأة العاملة سواء في وظيفة أو كسيدة أعمال، فإن ضغط المسؤوليات يضعها أمام مواجهة كبيرة لتتمكن من أن تعيش حياتها بشكل متوازن. فكيف ستوازن المرأة بين العمل والمهام الملقاة على عاتقها؟ أكيد أنا أتعرض للوم، لأني بما قررت أنه أنا أدخل في مجال التوظيف، يعني أنه أنا أكون موظفة وأنا عندي مسؤوليات في البيت، شيء طبيعي أنه كان واجب علي أنه أنا أشوف إذا أقدر أوازن أو لا. إذا ما قدرت أوازن شيء طبيعي أنه أنا ألام، لأن هذا قراري أنا. بصراحة ما في يعني موازنة كاملة، لابد ما يكون في تقصير. بس بالنسبة للوم الحمد لله يعني أنا ما أعاني من هالمشكلة، يعني بحكم أنه زوجي متفهم أساسا، بس أتعرض للتأنيب الضمير يعني من نفسي أنا. أكيد أتعرض للوم، بس أحاول أني أوازي بينهم الاثنين بقدر المستطاع. إذا الإنسان حب أنه يشتغل وفي نفس الوقت عنده التزامات أسرية، فالمفروض أنه المرأة توازن بين البيت وبين العمل، بحيث أنه ما يكون العمل على حساب المنزل الأسرة والأسرة على حساب العمل، لأنه لا يجوز التقصير في أي من واحد من الاثنين. لا طبعا لا ولا، لأنه إذا حصل تقصير ما حيكون يعني سبب يحق، لأنه كان عندي أشياء لازم أوازنها بين العمل وبين يعني ايش اقول لك، يعني اني اكون كزوجه ولا ام ولا كفي مديره في عملي او حاجه زي كذا، فطبعا ما الام. على هذا الموضوع ارحب بضيفتي هنا في الاستوديو المستشاره الدوليه الاستاذه عزه رسلان. اهلا بك يا استاذه. اهلا بك. انا جهن. استاذه عزه، شفتي في التقرير يعني كل السيدات فعلا قابلين باللوم، وفعلا يعني لما بتلاموا ما بيقولوا احنا ليه لازم نتلام، لا بتقولك انا ححاول وانا بقدر المستطاع ححاول التوازن. نعم. من فين جاء هذا القرار انه المراه هي اللي لازم توازن ولازم فعلا انه تقع على عاتقها هذا مسؤوليه المنزل والعائله كاملا لها هي، وهي اللي لازم توازن؟ طب هو ما عليه دور كمان؟ لا طبعا طبعا عليه دور. هي المشكله الحقيقه هي بمجتمعنا، مش بس المراه، احنا بالشعوب العربية احنا بنتربى على الإحساس بالذنب وعلى تحمل مسؤوليات احيانا بتكون اكبر من طاقتنا. فنرجع للموضوع التقرير، احيانا المرأة ما عندها مش امكانية، ما عندها رغبة من الخروج للعمل، فبتاخذ دورها بالأسرة وبتاخذ دور الأم وزوجها المفروض وزوجها. هذا قرارها وهذا ممتاز. بالضبط هذا قرارها، لكن اذا قررت انه تطلع فهنا مو بس لازم يكون في تغيير بالوقت وتغيير بالنظام، لازم يكون في تغيير بالعقلية نفسها. يعني لازم عقليتها هي ولا زوجها؟ الاثنين، عقليتها هي وعقلية زوجها. وتغيير عقلية الزوج هذا كمان موضوع آخر، يعني هل الزوج متفهم ولا ما متفهم؟ إذا كان هو ما متفهم وما يقبل هذا الشيء، فأنت عندك شرخ أوريدي موجود بالعلاقة. وما ينفع انه هي تروح للعمل وتقول لا انا غصب عنك لازم اطلع وانت ما متفهم وما تفهمني، لا ما ينفع. اذا انت تزوجتيه على هذا المنوال فانت لازم هما الاثنين يوصلوا الى حل بحيث انه المركب تمشي. يعني المفروض الان خروج المرأة
للعمل هذا يكون قرار يحددوه في البداية طبعا. إذا أنت متفاهم هذا الموضوع أو لا طبعا. صح؟ شرط طبعا. يكون من شروط الزواج هذا قرار مجتمع مشترك والاثنين بياخدوا مسؤوليته والاثنين بيتحملوا نتيجته صح. طب في مجتمعنا احنا زي ما احنا يعني سمعنا في التقرير مجتمعنا الشرقي كثير المرأة بشكل عام بتواجه تحديات عشان توازن بين أدوارها التقليدية في المنزل وتربية الأبناء وبين عملها. خلينا نتحدث عن حضرتك في مشوارك مسيرتك الطويلة. هل واجهتي فعلا تحديات؟ طبعا بكل خطوة خطيتها بمستقبل المهني كان في تحديات من نوع آخر. حكينا عنها. لما كانوا الأطفال صغار كان طبعا كان في يعني احتياج أكبر لوقتي. لما كبروا شوية صار في احتياج من نوع آخر، دروسهم، تفكيرهم، تكوين شخصيتهم. طب أين الزوج في هذا كله؟ أنا الحياة كنت محظوظة جدا، أنا زوجي الحياة جدا متعاون. يمكن هو وقته ما كان يسمح له أن يكون موجود، لكن الحياة ما كان يقصر. غير الزوج المرأة بيكون عندها نوع من السبورت سيستم بالغرب، والحقيقة احنا محظوظين يعني بالغرب ما عندهم السبورت سيستم، بياخذوا الطفل او طفلة للنيرسيريز للحضانات للديكر. احنا ما زال عندنا الوالدة ممكن تساعد، الاخت ممكن تساعد. فالمرأة المفروض انه يعني تفهم ايش اولوياتها، تفهم ايش اي ناحيه من حياتها اللي بتتطلب تركيز منها او وقت اكثر منها باي وقت كان بحياتها. استاذه عزه، ايش الصفات الشخصيه المفروض ان تكتسبها المراه عشان تقدر فعلا تحقق التوازن الحقيقي في حياتها؟ اول صفه الحقيقه هو فهم وادراك اولوياتها. هذه الحياه اذا ما كانت موجوده عندها فراح تفشل من كل النواحي، راح تقصر بالمنزل مثل ما كانت واحده من السيدات اللي بالتقرير، راح تقصر بالمنزل وراح تقصر بالعمل. الشيء الثاني لازم تنظم حياتها، لازم يكون لكل شيء وقته، لكل شيء مكانه. ما تقدر تاجل عمل اليوم للغد. لازم تعطي كل ذي حق حقه، وهذا بالنسبة للعمل. الشيء الثاني اللي السيدات أصلاً عندهم عادة بشخصيتهم هي سعة الصدر والصبر. يعني مثلاً هي مشغولة جاية من العمل، ابنها يريد يكلمها، بنتها محتاجة منها مساعدة، زوجها دائما ممكن يحتاجها، لازم يكون عندها ساعة الصدر. وهذا نفس الشيء بالنسبة للرجل. يعني هذا فهذا عزة، احنا يعني برنامج سيدتي وانا سيدة وانت سيدة، والفوكس بوب اللي سمعناه في التقرير كان لسيدات. احنا في سيدتي ضد التمييز تماما، فاحنا نتوقف الان لاستطلاع رأي للرجال هذه المرة. نشاهده سويا. يمكن اعذرها اول شيء، والشيء الثاني اذا شفت انه التقصير يعني على شيء انا ابغاه وما يحتاج يعني جهد عادي حقفل عليها الباب. التقصير بيكون وارد من الزوج ولا الزوجه ما في شك، لكن اذا كان التقصير ناتج عن اهمال راح يكون فيه محاسبه ما في شك. اما اذا الحياه طبعا تعاون، لازم الرجل يكون متعاون مع زوجته مهما كان هي الطرف الثاني لك في الحياه. هنا أقوم أنا بالدور اللي هي تقصر فيه، نكمل بعضنا. الشيء اللي هي تقصر فيه أنا أقوم به، والشيء اللي أنا أقصر فيه هي تقوم به. شيء عادي، النقص إذا كان يعني ما يأثر فبنكمل بعض إحنا، يعني الواحد لازم الحياة أخذ وعطى. أما إذا كان النقص كبير فما أعتقد، يعني فيها أسلوب ثاني يعني أفضل. أول شيء زي ما تقول التنبيه، تنبيهها إلى النقص هذا، بعدين متابعتها، وبعدين عاد تجي الاشياء الثانيه ان شاء الله. مجتمعنا صعب بالنسبه انك تساعديها في البيت، في المطبخ، في كذا، صعب. اتكلم عن مجتمعي انا شخصيا يعني. لكن الان الحمد لله توفرت وسائل كثيره، مثل في مناسبات كبيره، في مطاعم ما شاء الله، في مطابخ، في الحين يوصلوا لك حتى الاكل حتى حق البيت، يوصلون لك البيت عندك. فمن نوع من هذه ممكن نساعدها من الطرف هذه، بس كنا انزل في المطبخ وانزل كذا بالنسبه لي انا شخصيا صعبه كثير. استاذ عزه، ايش رايك في اللي سمعتيه؟ انا طبعا مش هقول رايي لان في ثلاثه كلمات يمكن انت شفتي عيوني فرصات، يعني معاتبه، محاسبه، متابعه. احنا فين؟ في مدرسه؟
الحقيقة هو هذا للأسف اللي بيحصل، لأنه بتخرج يعني لا هو متفهم السبب اللي هي خرجت فيه للعمل ولا هي قدرت توصل أهمية هذا الموضوع بالنسبة لها، فبالتالي فقد يعني هما بيتكلموا على شراكة بس هنا ما في شراكة، في وصاية. بالضبط بالضبط، يعني لو ما عملتي كده أنا حقعد أحاسبك وبعدين أتابعك أشوفك المرة الثانية سويتي كده. بالضبط بالضبط، وهذا رح يفشل يعني sooner or later رح يرجعها من العمل ورح تقعد أو بيبيت. هو أيوة ورح تكون تعيسة ورح تكون مش ما يعني حققت ذاتها، فللأسف لأنه ما في كان تواصل ولا تفاهم من الأول. طيب عشان ما نوصل لهذا السيناريو يعني غير مرضي ليها هي ولا يشبع رغباتها هي كمان، إيش ممكن يعني أز خطة أو بلان بي تعملها أو خطة للطوارئ لو فعلا حصل ما نقول تقصير من حقها بس يعني هي حتى كانت ما هي راضية مثلا على مثلا التحصيل الدراسي حق مثلا أولادها أو مثلا صار خلل في النمط المعيشي حق عيالها، هي كانت أصلا ما هي راضية، إيش خطة الطوارئ الثانية غير ما نوصل أن هي تترك شغلها اللي هي حاسة فيه أن هي مبسوطة، إيش ممكن تسوي؟ الحياة المرأة ومش بس على فكرة المرأة العربية، المرأة إجمالا بتحس انه اذا طلبت مساعده فبتكون فشلت، صح؟ وهذا الشيء غلط. يعني انا قرات كتاب مره، فالابطال الكتاب بيقول للمراه بيقول لها يعني اذا انت مسؤوله كبيره بالمؤسسه اللي انت بتشتغلي فيها، اذا كان المسؤول الكبير رجل وعمل كانت عامله عزيمه وعمل عزيمه ما راح يروح يترك البيت ويروح يطبخ، راح يطلب اكل من برا، صح. أوكي. اطلبي مساعدة، اطلبي إذا مو إلا لازم كل لحظة من لحظات يومك تكون مكرسة للأدوار التقليدية اللي أنت كنت بتعمليها، اطلبي مساعدة من الوالدة من الزوج من جيبي أكل من برا إذا عندك عزيمة، يعني الأمور اللي ممكن تسهل لك حياتك وتقدر أنك أنت تركزي فيها على الأول. طيب إذا ما قدرتي، إذا حاولتي برغم من كل هذا ما عندك، والدتك ما موجودة، ابنك عنده مشكلة معينة ما تقدري، طب هنا تجي موضوع الأولويات. يعني أنا آسفة بس المرأة اللي تطلع من تروح تشتغل وتترك بيتها وعندها أولويات مهمة في حياتها المنزلية، أنت عملتي التزام في عملك ما رح تقدري توفي فيه، فلا اتركي العمل، ارجعي كملي حياتك، حلي مشاكلك، اطلعي من هذه المرحلة اللي أنت فيها بحياتك وبعدين ارجعي للعمل. فأول شيء اطلبي مساعدة من كل الجهات اللي أنت فيها بما فيها الزوج، وإذا ما قدرتي لازم طبعا يعني أولوياتك، إيش هي أولوياتك لازم تنتبهي لها. الأولويات هذه مين يضعها؟ هل هو المجتمع المحيط أو هي؟ أولا هي وبالتوافق مع زوجها، لأنه أولا أولوياتها هي كشخص، وبعدين لازم تكون هي أولويات الأسرة. ما ممكن تكون هي عندها أولويات والزوج عنده أولويات تانية، ما صارت يعني أصلاً. أظن اللي اتفقوا مثلا على أولويات في الأول أنه عملها هي الأولى ما تجيب عيال في الأول، صح؟ مثلا تعليق جدا مهم، أنت شوفي رتبي حياتك مع زوجك من الأول وشوفي إيش هو المهم. هلأ مرات طبعا يعني سبحان الله مرات أشياء بتصير من غير ما الواحد يكون عاملها تخطيط أو هذا، في هاي الحالة بتتأقلمي، ما في الحياة ما بتتبع خطة معينة ما بتطلع عن الخطة، بتتأقلمي بتشوفي بتقعدي مع زوجك بتقولي لا يمكن الطفل صغير نقعد بالبيت شوية يمكن يجيبوا مربية ما بتعرفي. طب إيش رأيك في التوجه اللي يلوم المرأة في كل تقصير، يعني حتى يخليها هي نفسها تحس إن هي فشلت في العمل وفشلت كونها كامرأة وتحس يعني إن هي من جد إنسانة فاشلة، إيش رأيك في هذا التوجه؟ يعني هي زوجها بيلومها، أبنائها يلوموها من ما بيسمعوا من المحيط، أهلها يلوموها، وهي في الأخير تبتدي تلوم نفسها. هي مو بالأخير بتلوم نفسها، هي بالأول بتلوم نفسها، هي لأنه بتلوم نفسها بالأول بالآخر كل الناس بيصير عندهم رد فعل بالنسبة للوم نفسها. فهي إذا ما بتلوم نفسها، إذا هي بتواجه المشكلة كمشكلة حقيقية لازم تنحل، بدل ما تقول اوه هذا غلطتي انا ويا ويلي على حالي وليش انا ما عملت اللي انا المفروض كنت اعمله، كانت حلت المشكله، عرفتي؟ فلا هي مو التقصير مو منها، التقصير من اذا هي فشلت، الا طبعا اذا كانت هي فعلا شخص فاشل. بس اذا هي بتؤدي كل الواجبات اللي عليها لكن صار في فشل معين او خلل معين في الحياه، فاول شيء لازم تعمله انه تجيب رفيق الدرب تبعها وزوجها والمفروض ان هم عايشين الحياه سوا
وتشوف وين الخلل صار. هو مو قاعد لها على الغلطه، يعني هي ما هي كده، ما هي محاسبه ومعاتبه ومراقبه. بالضبط زي ما سمعنا. بالضبط ابسولوتلي بالضبط. لا ما المفروض يقعد يحاسبها، المفروض انه يكون يعني حتى لو مثلا هي ما ادت شيء على اكمل وجه، تتكلم معه تناقشه وتقول له انه صار معايا كذا كذا، ايش رايك نحلها كيف مع بعض؟ صح يعني. وهل الافتراض مثلا انه الزوج بيعمل كل شيء بمنتهى الكمال منتهى الفشل؟ اكيد هم شايفين نفسهم. فعزة انا اشكر تواجدك معنا واشكرك على هذا الحوار الرائع. شكرا لك. شكرا. تسلم. مشاهدينا هذا فاصل مكملين معكم سيدتي، خليكم قريب. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكاية واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. سيدتي بعد الفاصل، المحامي ماجد فهد يطلعك سيدتي على حقوقك كموظفة.